أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، نسأل الله أن يوفقني وإياكم لعمل الصالحات. سنتكلم إن شاء الله في هذه المحاضرة الشتوية عن نفسين عظيمين. هذا النفس الذي نتنفس به يا إخوان، من هو الذي قد جرب الحاجة إلى التنفس؟ التنفس هذا نعمة عظيمة من الله عز وجل. والذي أصابه مرض الربو أو أصابه ضعف في التنفس يعرف معرفة أكيدة نعمة هذا النفس. هذا النفس قد يكون طويل، قد يكون قصير. كيف الإنسان يتنفس وهو نائم؟ كيف يتنفس وهو جالس؟ كيف يتنفس وهو يمشي؟ من هو الذي يملك هذا التنفس ويقسمه بين المخلوقات؟ لا يملكه أحد إلا الله عز وجل. لو أن المخلوقين ملكوا هذا التنفس كما يملكون الأموال لبخلوا به ولشحوا به، ولكن الله عز وجل هو خالقه وهو مالكه. لكن قبل أن أبدأ في الكلام عن النفسين العظيمين، يجب أن نقرر يا إخوان، يجب أن نقرر أنك يا ابن آدم يجب أن تعرف موقعك في هذه الدنيا. لماذا خلقك الله في هذه الدنيا؟ هل تعيش 1000 سنة؟ أو 2000 سنة؟ ما هي رحلتك في هذه الدنيا؟ رحلتك في هذه الدنيا ما هي؟ ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بهذه الرحلة. يكون الإنسان في بطن أمه مدة من الزمن، هذه رحلة، ثم ينتقل إلى هذه الدنيا، هذه رحلة، ثم ينتقل إلى القبر، هذه رحلة، ثم المرحلة الأخيرة هي اليوم الآخر، البعث من القبور، فإما إلى جنة وإلا إلى نار. وربنا سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن الكريم بكل شيء. ماذا تعمل في هذه الدنيا؟ من هم أعداؤك؟ من هم أصدقاؤك؟ ما هو العمل الذي يوصلك إلى الجنة؟ ما هو العمل الذي يوصلك إلى النار؟ ما هو العمل الذي ينفعك؟ وأعطاك وأرسل إلى كل واحد منا كتاب، وهو القرآن الكريم، يتلى علينا في الصلوات ونحن نقرأه ونسمعه في الإذاعة. وأرسل إلينا أفضل الرسل محمد عليه الصلاة والسلام. فيجب أيها الإخوة أن نعرف أن هذا القرآن الذي بين أيدينا نسمعه ونقرأه هو كلام الله عز وجل، أخباره صادقة وأحكامه عادلة، وأنه كلام الواحد اللطيف الخبير نزل به جبريل وعلى محمد عليه الصلاة والسلام بلسان عربي مبين، وأن الرسول محمداً صلى الله عليه وسلم بلغ كما أمر. ولذا وجب علينا أن نشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمد رسول الله، وكلنا نعرف معنا شهادة لا إله إلا الله. الشهادة يا إخوان مهمة. أنت إذا شهدت على أن هذا القلم لفلان ما يمكن أن تشهد به لغيره. فالشهادة لله عز وجل، إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أن العبادة تكون لله عز وجل، أنا ومالي وأولادي عبيد، عبيد لله عز وجل، نتصرف كما أمرنا سبحانه وتعالى، ونشهد أن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي رسول الله، أرسله الله إلينا. هنيئاً هنيئاً لمن صدق بهذه الرسالة، ولمن شهد أن محمداً رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه. يا إخوان، ينبغي كلما ذكر اسمه نصلي عليه. من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وكلنا نقول أشهد أن محمد رسول الله. ما معنى أشهد أن محمد رسول الله؟ بعض من إخواننا المسلمين هدانا الله وإياهم لا يعرفون معنى شهادة أن محمد رسول الله. شهادة أن محمد رسول الله لا بد أن يكون لها حقائق، طاعته فيما أمر. فأنت تطيعه، اسأل نفسك أنا أشهد أن محمد رسول الله. طيب إذا شهدت أن محمد رسول الله ماذا أعمل؟ تطيعه ما دام أنه رسول الله، الله الذي خلقك ورزقك ورحمك وأرسل إليك الرسول يبين لك الطريق الصحيح بقوله وبفعله وبسلوكه عليه الصلاة والسلام. لا بد أن تطيع فيما أمر. كيف أطيعه فيما أمر؟ اقرأ سيرته، اقرأ سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، تصديقه فيما أخبر. أخبرك بجنة، أخبرك بنار، أخبرك بأشياء أوحي إليه عليه الصلاة والسلام بها، صدقه ولو كانت تخالف عقلك، كما تكلمنا في دروس العقيدة أنك تصدق القرآن في أخباره وتصدق الرسول فيما صح من أخباره عليه الصلاة والسلام، سواء وافق عقلك أو لم يوافق عقلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام تطيعه فيما أمر، تصدقه فيما أخبر، تجتنب ما نهى عنه وزجر. الرسول عليه محمد صلى الله عليه وسلم قال كل شيء يضرك ابعد عنه، أعطانا أمور جوامع جامعة، كل شيء يضرك ابعد عنه، لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا تضر الآخرين. الرسول عليه الصلاة والسلام تطيعه فيما أمر، وتجتنب ما نهى عنه وزجر، وألا تعبد الله إلا بما شرع. عبادة الله عز وجل بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال لك أحد أمرا من الأمور وهو يقول إنه عالم، اعرض هذا على كتاب الله واعرضه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وافق فخذ به، إن لم يوافق فلا، لأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. فينبغي للإنسان إخوان إذا شهد أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هو شرع لك، شرع لك أنصبة الزكوات، شرع لك أعداد الركعات في الصلوات. ولذا لما
جاء مجموعة من الناس إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، قالوا يا أمير المؤمنين، السنة والأحاديث فيها وضع، وفيه ناس كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أحاديث ضعيفة، والقرآن فيه كل شيء، نأخذ بالقرآن ونترك السنة؟ ماذا قال لهم أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله؟ قال تعالوا، القرآن فيه كل شيء نعم، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يفسره ويبينه ويوضحه. القرآن فيه أقيموا الصلاة، هل في القرآن الفجر ركعتين، الظهر 4 ركعات، المغرب 3 ركعات؟ قالوا لا. قال كيف عرفنا هذه الأعداد؟ قالوا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذن لا بد من السنة. كذلك الزكاة، ربنا سبحانه وتعالى أمر بأداء الزكاة، لكن هل قال في 40 من الغنم شاه؟ هل في قال في الذهب ربع العشر؟ هل في؟ قالوا لا، ما قال القرآن هذا. قال من الذي قال؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال إذن لا بد من السنة مع القرآن، وهذا هو الحق. ولذا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركن واحد. لو أخذت بشهادة لا إله إلا الله ولم تأخذ بشهادة أن محمد رسول الله ما دخلت في الإسلام، فلا بد أن تأخذ بالإثنتين، بالإثنتين، توحد الله في عبادته وتطيع رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر. ولذا ينبغي لنا يا إخوان، هذا القرآن الكريم والله إنه أعظم هدية، أعظم شيء أعطانا الله إياه، لأنه مبارك، ولأنه هدى، ولأنه رحمة، ولأنه شفاء، ولأنه نور، كل الأوصاف الطيبة الجميلة في القرآن الكريم. ولذا يا إخواني، بعض من المسلمين الآن أعرضوا عن القرآن، نسأل الله أن يهدينا وإياهم. تجدهم لا يقرؤون القرآن إلا في رمضان، أو لا يقرؤون القرآن إلا في يوم الجمعة. ما هو السبب؟ ما هو السبب أنك ما تقرأ القرآن؟ والمجلات والجرائد والصحف يقرأها كل يوم. هذا نظامك، هذا دليلك في هذه الحياة، اقرأه. ولذا كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يتأخر في مجلس القضاء، فسألوه يا أمير المؤمنين لماذا تتأخر؟ قال أتأخر لأجل أقرأ القرآن وأحكم بينكم به. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذا سئل مسألة مهمة قال أمهلوني 3 أيام ليقرأ القرآن من أوله إلى آخره وينظر ما هو حكم هذه المسألة. فيا إخواني، هذا القرآن مهم، ينبغي أن ننبه أبناءنا وإخواننا ومن نحب للعودة إلى هذا القرآن الكريم قراءة صحيحة وفهماً وتدبراً وعملاً، لأن هذا القرآن كما أخبرنا في الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان خلقه القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، يعني يأخذ بالأوامر التي في القرآن والنواهي التي في القرآن. هذا القرآن يا إخوان حجة، حجة لك أو عليك، فانتبه، انتبه من الغفلة، انتبه من الغفلة. بعض من الناس يأخذ القرآن يضعه في السيارة بالبركة، أو يضعه في جيبه بالبركة، لا، هذه لا تنفع، إنما ينفع العمل به، كما كان السلف الصالح الذين أخذوا بالقرآن استولوا على ملك فارس وملك الروم وجميع، لأنهم أخذوا بالقرآن وعملوا به.
فلماذا لا نعمل به يا إخوان؟ فيجب علينا أن ننتبه ونعرف معاني القرآن الكريم. بعض من الناس سأله ابنه قال يا أبتي ما معنى رب العالمين؟ رب العالمين ما معنى رب العالمين؟ قال خالقهم، غيرها شيء؟ قال لا. ومعنى كلمة رب ليست فقط هو الخالق، وإنما الرب معناها الخالق المالك المتصرف، لأن الذي خلقك هو الذي يملكك وهو الذي يتصرف فيك. ولذا يجب علينا يا إخواني أن نعرف، كما أخبرنا أحد الإخوة الدعاة يقول إنه في مجلس من المجالس الكبيرة والناس يتحدثون ويتكلمون، فقال لهم يا إخواني اسمحوا لي أسألكم سؤال، من هو الذي منكم يقرأ القرآن؟ قالوا كلنا نقرأ القرآن. قال من هو منكم الذي قرأ قل هو الله أحد؟ قالوا كلنا قرأنا قل هو الله أحد. قال ما معنى الله الصمد؟ الله الصمد. يقول ما أجاب إلا قليل. ثم سألهم سؤال آخر، من هو الذي قرأ قل أعوذ برب الفلق؟ قالوا نحن قرأناها. قال إذن ما معنى قول الله عز وجل من شر غاسق إذا وقب؟ يقول ما أجاب إلا قليل. فما هو الذي يجعلنا نعرض عن القرآن يا إخوان ولا نفهمه؟ لا بد أن نعمل به، نتدبره ونفهمه ونعمل به. فالله الله يا إخوان، الله 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 والله ما خلقنا في هذه الدنيا علشان نأكل ونشرب ونأكل، لا، إنما خلقنا للعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. في الآخرة يا إخوان ما فيه إلا دارين، اعرف الطريق الصحيح الذي يوصلك إلى الدار الصحيحة، لا تكن من الغافلين. في كل مكان يا إخوان، في كل مكان لابد أن يكون الناس لهم معبود يعبدونه، في كل مكان، إما أصنام وإلا رب. اذهب إلى الصين تجد الأصنام ما أكثرها، اذهب إلى أي مكان تجد الأصنام ما أكثرها، اذهب إلى المسلمين تجدهم يذهبون إلى المساجد ويقولون نعبد إلهاً واحداً. فالآخرة أخبرك الله عز وجل أن فيها دارين فقط، جنة ونار. ما هو الذي تختار؟ العاقل يا إخوان يختار، العاقل يختار الجنة ويبتعد عن النار. ما هو الطريق؟ الطريق سهل وواضح. ولذا نبدأ في محاضرتنا أيها الإخوة ونقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها، اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا. قالت النار في شكواها أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما يكون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. اشتكت النار، اشتكت النار إلى ربها. هل تؤمنون يا إخوان أن الجنة موجودة الآن؟ نعم الجنة موجودة الآن. هل تؤمنون وتصدقون أن النار موجودة الآن؟ نعم موجودة الآن. فهذه النار موجودة الآن، اشتكت إلى الله. لكن النار مخلوقة وجماد،
هل يمكن أن يتكلم الجماد؟ هل يمكن أن تتكلم هذه اليد؟ هل يمكن أن يتكلم هذا الجدار؟ هل يمكن أن تتكلم هذه الأرض؟ يعني هل يمكن أن يتكلم الجماد؟ نعم نعم يمكن أن يتكلم الجماد، لأن الله على كل شيء قدير. كيف يتكلم هذا اللسان وهو لحمة؟ هذا اللسان كيف يتكلم وهو لحمة؟ الذي أنطق هذا اللسان ينطق كل شيء، ينطق كل شيء. ولذا هذه النار تتكلم واشتكت إلى ربها سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر في القرآن والسنة. القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن السماء تتكلم والأرض تتكلم وجهنم تتكلم، كما قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وأيضا أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في قوله تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وقالوا أيضا كما أخبرنا الله عز وجل أن الجلود تشهد على أهلها، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فرب على كل شيء قدير. النار تتكلم واشتكت إلى ربها عز وجل، ولذا ورد في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: يخرج عذق من النار له عينان عنق من النار له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بكل جبار عنيد وكل من دعا مع الله آخر. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحاجت النار والجنة، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم. قال الله للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكما ملؤها. المهم في الحديث الشكوى، نقول الجماد يتكلم بإذن الله عز وجل والله على كل شيء قدير، لكن هنا تقول: أكل بعضي بعضا. ما معنى أكل بعضي بعضا؟ من شدة الحر وشدة البرد. شدة الحر يا إخوان يعتبر عذاب، وشدة البرد يعتبر عذاب. فأذن الله لها أن تتنفس في الشتاء وتتنفس في الصيف، نفس في الصيف ليخف عليها الحر، وفي الشتاء ليخف عليها البرد. وعلى هذا فأشد ما تجدون من الحر يكون من فيح جهنم، وأشد ما يكون من الزمهرير من جهنم، نسأل الله العافية. هذا الحديث نستفيد منه فوائد، نستفيد منه فوائد عملية. من الفوائد العملية أن النار مخلوقة الآن، وكذلك الجنة. ما هو الدليل؟
على أن النار مخلوقة والجنة مخلوقة الآن. نحن نستدل بالقرآن الكريم وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كثيراً في القرآن الكريم الله يقول أعدت للكافرين، النار أعدت للكافرين يعني جاهزة موجودة. وقال عن الجنة أعدت للمتقين، فكن من المتقين يا عبد الله. ما معنى المتقين؟ ما معنى المتقي الذي ينفذ أوامر الله ويجتنب نواهيه؟ هذا هو المتقي. فالجنة يقول الله أعدت للمتقين. وكذلك في حديث النهي عن الصلاة إذا قام قائم الظهيرة علل ذلك بأن جهنم تسجر. وأيضا مما يدل على أن الجنة موجودة والنار موجودة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم. وهذه أدلة على وجودها الآن. أيضا كما نعلم يا إخوان مما ثبت من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن في جهنم ألوانا من العذاب. جهنم نسأل الله العافية فيها ألوانا من العذاب، ففيها البرد الشديد والحر الشديد كما قال تعالى هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. وقال تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. ما هو شراب أهل النار نسأل الله العافية؟ الحميم والغساق. الحميم الحار الذي انتهى حره نعوذ بالله منه، وأما الغساق فهو البارد الذي لا يستطاع من برده ولا يواجه من نتنه، كما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن دلواً دلواً من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهلها. نسأل الله العافية لأنتن أهل الدنيا. أيضاً نستفيد من هذا الحديث شدة حر هذه النار، ولذلك أذن لها بنفس الصيف والشتاء كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ربنا يحذرنا يا إخوان، ربنا يحذرنا نسأل الله العافية. قوا أنفسكم وأهليكم، لا بد أن تربوا أولادكم على طاعة الله وتبعدوهم عن النار نسأل الله العافية. ما هو وقودها؟ وقودها نسأل الله العافية الناس والحجارة. ما هي الحجارة؟ أكثر المفسرين يا إخوان قالوا إن الحجارة حجارة من الكبريت الأسود، حجارة من الكبريت الأسود، وهو معروف عند أهل الطبيعة الذين يعرفونه. الكبريت الأسود توقد به النار، وفيه خمسة أشياء نسأل الله العافية. سرعة الاتقاد، حينما تقول بالنار عنده قريب على طول يشتعل. أيضا نتن الرائحة، رائحته منتنة جدا. أيضا كثرة دخانه. أيضا شدة الالتصاق بالأبدان. وقوة حره إذا حمي، يعني يبقى مدة طويلة والحرارة باقية. ثم أيضا نعلم أيها الإخوة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ناركم هذا، النار التي نعملها الآن
ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم، جزء واحد، باقي 70 جزء، باقي 70 جزء. قال الصحابة رضوان الله عليهم: والله إن كانت لكافية يا رسول الله، قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. ولذا قال إمام المفسرين القرطبي رحمه الله تعالى: لو جمع حطب الدنيا فأوقد كل حتى صار نارا لكان الجزء الواحد من أجزاء نار جهنم الذي هو من 70 جزءا أشد من حر نار الدنيا، كما بينه في آخر الحديث قولهم: والله إن كانت لكافية، أي نار الدنيا. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنها فضلت عليها 69 ضعفا. فهل نخاف من النار يا إخوان؟ هل نخاف من النار؟ بعض من الصحابة إذا سمع كلمة النار يرتجف ويرتعد، وكما نعرف من سيرة أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه أن بعض الآيات إذا مرت عليه يمرض حتى يعودونه. فنحن نسمع النار ونسمع عنها ما نعتبر، لابد أن نتعظ يا إخوان، لابد أن نخاف من فوائد هذا الحديث. نعلم علم اليقين يا إخوان قدرة الله العظيمة أن جعل في النار من ألوان العذاب ما لا يصدقه إلا المؤمنون به العارفون عظيم قدرته. هذه النار كما وصفت في الأحاديث ووصفت في القرآن الكريم فيها الحر الشديد، وفيها البرد الشديد، وفيها الحيات والثعابين والعقارب وأنواع الحشرات المؤذية، كما أن فيها شجرة الزقوم التي جعلها الله فتنة للظالمين، كما قال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، وقال تعالى: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. هنيئاً لعبد عرف عظمة ربه فآمن به وسلم له أمره وقدره حق قدره. ولذا يجب على المؤمن يا إخوان أن يستعيذ بالله من النار، وأن يسعى لفكاك نفسه منها. وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يستعيذ من النار ويأمر بذلك في الصلاة وغيرها، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: تعوذوا بالله من النار، قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. الرسول محمد عليه الصلاة والسلام الناصح الأمين الصادق عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أن نقول في آخر كل صلاة نصليها بعد التشهد، أرشدنا أن نقول: نتعوذ بالله من 4: أعوذ بالله من عذاب جهنم، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. هل قلنا هذا في آخر التشهد؟ هل قلنا هذا بعد التشهد الذي في كل صلاة؟ كثير من الناس يغفلون عن هذه الأمور. ما ينفعك في هذه إلا الله عز وجل، لا ولد ولا والد ولا مال، إنما ينفعك هذا الدعاء الذي تأخذ به كما أرشدك الرسول عليه الصلاة والسلام.
وارشد الرسول عليه الصلاة والسلام لدليل جامع ينبغي للإنسان أن يقوله دائما: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما هي الحسنة التي تطلبها في الدنيا؟ ما هي الحسنة التي تطلبها في الدنيا من الله؟ كل شيء حسن تطلبه من الله، كل شيء حسن أطلبه من الله، وهذا من الدعاء الجامع. كما يروى أن رجلا أتى للكعبة يطوف، فوجد الرسول عليه الصلاة والسلام يطوف ومعه أحد الصحابة، فقرب من الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يسمع دعاء الرسول ماذا يقول، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرفع صوته بالدعاء وإنما يدعو مخافته، لكن بعض من الناس يرفع صوته بالدعاء يزعج الآخرين: اللهم الله. لا ينبغي للإنسان أن يخاطب ربه وربه يسمع الدعاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو، ولكن يدعو دعاء لا يسمعه الذي بجانبه، فجاء للرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أنا أريد أن أعرف بماذا تدعو في الطواف. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما سمعتني؟ قال: أنا ما أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، تتكلم لكن ما أسمع. قال: ماذا تقول أنت، ماذا تقول في الطواف؟ قال: أقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: حولها ندندن كما روي هذا الكلام. فربنا آتنا في الدنيا حسنة تشمل كل شيء حسن، حتى الولد الصالح، الزوجة الصالحة، الزوجة المريحة، السيارة المريحة، السكن، كل شيء حسن يشمله هذا. فينبغي لنا أيضا أن نستعد ونتعب أنفسنا في طاعة الله عز وجل، لا نتبع الشهوات، لا نتبع الرغبات التي تخالف أوامر الله، وإنما نتبع ما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا نستعد لمقابلة الله. كل واحد من المسلمين بإذن الله سيقابل ربه ويتكلم مع ربه ويخاطبه ربه، كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، ما فيه مترجم، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، تجد حسناتك وكتابك، وينظر أشأم منه الشمال فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. إخواني حفظكم الله، هذه الدنيا ربنا سبحانه وتعالى أعطانا هذا الهواء المريح والمكيفات، لكن لو كان البرد قارس شديد في هذه الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا كيف نحمي أنفسنا، لأن هذه النفس عندك أمانة، النفس التي عندك أمانة لا بد أن تحافظ عليها. فبيّن لنا أن يمكن الإنسان أن يحفظ نفسه بالصوف، يحفظ نفسه بالبيوت، يحفظ نفسه بأي شيء من الأشياء، لكن هذا الهوى ينبغي للإنسان أن يعتبر به. ربما في يوم من الأيام ما في عندك بيوت، ما في عندك لباس، أجرد
ما هو الذي ينفعك؟ ما هو العلاج الذي ينفعك؟ عمل الصالحات، عمل الصالحات. فكل هذه البرد القارس والحر الشديد كله أيضا يبين لنا رحمة الله، ويبين أيضا أن عقابه لمن عصاه. فربنا سبحانه وتعالى بين لنا بهذه الأمور أن الله يقلب الليل والنهار والفصول، صيف شتاء ربيع طول قصر برد. لماذا؟ كلها ليعتبر الإنسان. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فهل أنت اعتبرت أن الله واحد؟ إذا خرجت من بيتك هل تعتبر أنك ربما يوم من الأيام تخرج من بيتك مغادر، مغادر ما ترجع إلى بيتك مرة أخرى؟ إذا ذهبت إلى المسجد هل تعتبر أنك في يوم من الأيام ستذهب إلى ربك، إلى طاعة الله عز وجل وإلى إكرامه لك؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعد لك ضيافة كلما ذهبت إلى المسجد. فيجب عليك من شدة البرد أو من شدة الحر أن تعتبر وتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا البرد وأن هذا الحر من نعم الله عز وجل أو من نقمه سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أهل الجنة، أهل الجنة يا إخوان فيها الجو المعتدل، الجو المعتدل يذكرنا بالجنة كما قال عز وجل: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وأيضا إذا جعله باردا جدا وقد يكون مهلكا أيضا فيه تخويف لعباده عز وجل من عذاب جهنم. ولذا نعلم أيها الإخوة أن الله عز وجل أخبرنا في القرآن الكريم عن قوم عاد. قوم عاد لما جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا له: من أشد منا قوة؟ الله أعطاهم قوة عظيمة، طول في الأجسام وضخامة وقوة في العمل في الدنيا وحضارة، أعطاهم الله أشياء عظيمة. فقالوا: من أشد منا قوة؟ ربنا سبحانه وتعالى أهلكهم بأي شيء؟ أهلكهم بأسهل شيء، أهلكهم بأسهل شيء وهو الريح، نسأل الله العافية. ولذا ربنا يقول: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم يعني جدهم، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. هؤلاء لما أكثروا الفساد وعصوا ربنا سبحانه وتعالى ماذا فعل بهم؟ أعطاهم شيء بسيط، أعطاهم شيء بسيط، عقوبة، صب عليهم سوط، ما هو كل الأسواط، سوط عذاب. ولذا يقول الله عز وجل: أهلك عاد. قال في آخر الآية: ما نعتبر، نحن نقرأها نمر عليها مرور، إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. كل من عصى الله مستعد له، يرصد أعمال العباد ويراقبها فيجازي كلاً بعمله. الله أخبرك في القرآن وتتقرأ القرآن: وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون. مع كثيرين من الملائكة يكتبون ما تقول وما تفعل في السماء في الغرفة مقفلة، الملائكة معك يكتبون. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين
يعلمون ما تفعلون. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، المستعد يكتب ما تقول. ولذا يقول الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. مثقال الذرة يعني وزن النملة الصغيرة. الموازين الموجودة الآن عندنا ما يكون وزن للنملة والناموسة، لكن الله سبحانه وتعالى يحصي كل شيء. فأنت لك كتاب مكتوب، فكن حذر وعد إلى ربك واحمد ربك سبحانه وتعالى أن وفقك للتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، واعمل صالحا لأجل تذهب إلى الطريق الصحيح. هذه الدنيا كلها نكد، كلها تعب، ما فيها إلا العمل الصالح. العمل الصالح هو الذي ينجيك من عذاب الله عز وجل. ولذا يرون أن أحد ملوك الأندلس عاش ملك 50 سنة، فسألوه: ما هو النعيم الذي وجدته في هذه المدة؟ قال: والله ما وجدت راحة في هذه المدة كلها إلا 14 يوما. فلا تظنوا يا إخوان أن الأغنياء في راحة أو الملوك والرؤساء في راحة، لا، كل إنسان في كبد. لكن الذي في راحة هو الذي يعمل صالحا، ينفذ أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعرف الطريق الصحيح الذي يوصله إلى الله، يحافظ على هؤلاء الصلوات المباركات، يفكر في مخلوقات الله، يفكر: هذه السماء من الذي خلقها؟ من الذي يستطيع أن يخلقها؟ ما فيها أعمدة؟ طولها، عرضها، من الذي؟ الله هو على كل شيء قدير. هذه الأرض الواسعة، هذه الجبال، الرواسي، هؤلاء المخلوقات. فلا بد من التذكر والتفكر. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كم آية يقول: أفلا يتفكرون، أفلا يتدبرون، أفلا تعقلون. بعكس يا إخوان ديانة النصارى يقولوا: اترك عقلك برا وادخل الكنيسة لا تفكر. لكن ديننا دين الإسلام: فكر، ما هو الطريق الصحيح الذي يوصلك إلى الله؟ واعلم علم اليقين أن هذا الموت ما هو وراءك، أمامك، أنت تذهب وهو يقابلك، كما قال الله عز وجل: فإنه ملاقيك. الله يلاقيك، هذا الموت يلاقيك. فالموت آتيك، لكن ماذا قدمت لنفسك؟ شهواتك تضيع، رغباتك تضيع. ربنا أعطاك مال، حافظ على هذا المال يدخلك الجنة. أعطاك فقر، اصبر واطلب من الله عز وجل أن يدخلك الجنة. فالنار يا إخوان كما ورد في الحديث الصحيح أن أنعم أهل الدنيا في الآخرة يغمس في نهر ثم يخرج منه فيسأل: هل رأيت نعيما قط؟ قال: لا والله ما رأيت نعيما قط. وهو أنعم أهل الدنيا، ويؤتى بأبأس أهل الدنيا، فقير، مريض، تعبان في هذه الدنيا، يسأل، يغمس في هذا النهر ويسأل: هل رأيت بؤسا قط؟ يقول: لا والله ما رأيت. يا إخوان في الدنيا، في الآخرة، تعلمون أن الإنسان ينسى الذي أهل الكهف، كم ناموا في الكهف بإذن الله؟ 300 سنة. لكن لما سأل بعضهم بعضا ماذا قالوا؟ يوم أو بعض يوم. عزير الذي أماته الله 100 سنة، لما سأله، لما سئل كم
كم أنت بقيت في هذه في الموت؟ قال يوم أو بعض يوم. ولذا يقول أمثالهم اليوم القيامة أمثالهم ما لبثنا إلا حاجة بسيطة. فالمهم يا إخوان هذه الدنيا تنسى، فعليك بالعمل الصالح، واعلم أنك مراقب في كل أعمالك مراقبة شديدة، يدك تشهد عليك، جلدك يشهد عليك، الأرض تتكلم وتشهد عليك. فلا بد من العمل الصالح الذي ينجيك من عذاب الله عز وجل. لعلكم تعلمون يا إخوان ربنا سبحانه وتعالى كما قال في عاد أهلكوا بريح صرصر عاتية. ما معنى صرصر؟ يعني لها صوت باردة شديدة البرد شديدة البرد بالغة القسوة عليهم. ولذا ينبغي أن نعلم أن القرآن الكريم ذكر لنا عذاب العذاب العذاب السابق لأجل نعتبر، كما أخبر الله عز وجل فكلاً أخذنا بذنبه. قوم لوط ما هو العذاب الذي أرسله الله إليهم؟ أرسل الله عليهم حجارة من سجيل منضود، حجارة من السماء من سجيل منضود. أيضاً قوم صالح قوم شعيب قبيلة كاملة، ما هو عذابهم؟ صيحة صيحة واحدة أهلكتهم، نسأل الله العافية. قارون الذي كان يفتخر بأمواله خسف الله به وبداره الأرض. قوم نوح وقوم فرعون وهامان أهلكهم الله بالغرق لأنهم ارتكبوا المعاصي فاستحقوا لهذا العذاب. والله دائما يقول في القرآن وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم. فيا إخوان الأمراض والمعاصي كلها المعاصي كلها سبب الشقاء. الأمراض كلما كثرت المعاصي كثرت الأمراض. فالعلاج هو العودة إلى الله عز وجل. فإن عشت تعيش بخير وإن مت تموت بخير، فهو العلاج هو الذي ينفعك من هذه الأمراض ومن الحروب. لأن المعاصي يا إخوان مشؤومة، المعاصي معصية الله ومعصية الرسول فيها شؤم، نسأل الله العافية. انظروا إلى آدم عليه السلام خرج من الجنة بسبب معصية. الشيطان عدوكم الذي يطيعه كثير من الناس الآن نسأل الله العافية وهو عدونا، هذا الشيطان طرد بسبب أنه امتنع من أمر الله عز وجل. اسجد قال ما أسجد. ولذا يجب أن نعرف قدر نعمة الله، ونعرف أيضا نعرف عظمته، ونخشى بطشه ونخاف منه، وهو على كل شيء قدير. هو ناصرنا إذا أطعنا الله، هو ناصرنا سواء في الدنيا والآخرة. ولذا قال تعالى والعاقبة للمتقين، هو على كل شيء قدير. انظروا يا إخوان إلى قوة الله عز وجل. هذا أبرهة الذي جاء يريد أن يهدم الكعبة، كل القبائل التي يمر عليها من اليمن حتى وصل إلى مكة تعترضه ويهزمها من قوة الجيش الذي معه. لكنه لما جاء هنا مكة ربنا سبحانه وتعالى أرسل عليه طيور أهلكته هو وجيشه، كما قال تعالى في سورة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فالمهم نعتبر يا إخوان، نعتبر ونتعظ ونعمل صالحا. فيه أحد العلماء رحمهم الله، أنا والله كتبت كثير لكن الوقت يضيق، الوقت يضيق، لكني أنا أنصحكم أن تقرأوا الكثير
عن وصف الجنة، والكثير عن وصف النار، وتعتبرون أيضا. قرأت مرة عن ابن الجوزي رحمه الله. هل تعرفون ابن الجوزي؟ من أكبر الدعاة رحمه الله تعالى. كان إذا كان عنده محاضرة أو درس، كل الأسواق والساحات والمسجد كلها تمتلئ من الذين يحضرون درسه. قال كلمة جيدة يوصي إخوانه المسلمين، أنا أخذتها من التقويم والتقاويم، ولله الحمد فيها فوائد. يقول ابن الجوزي رحمه الله: اعلم أن الزمان لا يثبت على حال، كما قال عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. يقول رحمه الله: تارة فقر، وتارة غنى، وتارة عز، وتارة ذل، وتارة يفرح الموالي، وتارة يشمت الأعادي. فالسعيد من هو؟ ما دام أن هذه الدنيا أحياناً ذل وأحياناً فقر، كم من إنسان الآن غني وأبوه كان فقير؟ كم من إنسان أبوه كان غني وهو فقير؟ فما هي وصية ابن الجوزي رحمه الله تعالى؟ يقول: السعيد من لازم أصلاً واحداً. لا تتعب نفسك. من لازم أصلاً واحداً على كل حال، إن كان فقر فهو ملازم لهذا الأصل، إن كان غنى فهو ملازم لهذا الأصل، إن كان مشاكل هو ملازم لهذا الأصل. فالسعيد من لازم أصلاً واحداً على كل حال، وهو تقوى الله عز وجل. فإنه إن استغنى زانته، وإن افتقر فتحت له أبواب الصبر، وإن عوفي تمت النعمة عليه، وإن ابتلي حملته، ولا يضره إن نزل الزمان به أو صعد أو أعراه أو أشبعه أو أجاعه. ولذا يوصي الإنسان التمسك بأوامر الله عز وجل والبعد عن نواهي الله عز وجل، يبتعد عما حرم الله عز وجل، ويتمسك بهذا الأصل: صلاتي ما أتركها، صلاتي لا بد أن أتقنها، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذا الشيطان يدخل على بعض من الناس ويسرع في صلاته ويضيع صلاته، فلا بد للإنسان أن يهتم بصلاته. بل إن الشيطان يا إخوان قد يوسوس لبعض العباد الكبار، عابد طول حياته وهو ملازم للصلاة في المسجد، طول حياته وهو ملازم لقراءة القرآن، طول حياته وهو ملازم للذكر، لكن في آخر حياته يقول: انتهيت الآن، انتهيت، ما فيه تكليف، ما فيه تكليف، الآن أعمل ما أشاء من المحرمات. لا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.